وافقت انه اساعدها بشروط انه ما تطلع صورتي على مود لا يكون هذا الموضوع يأثر تأثير سلبي عليها، فانه وافقت. السلام عليكم. موضوع اشتي حديث ورضا الشويلي البارحة من خطوبة وحفلة وحر التبركات والتهاني الى يوم الثاني، اشتي صارت اخت وصديقة عزيزة، وهذه شنو جاي يصير؟ ما حد يعرف. البارحة الناس فرحت وهنأت، وهاي المعلومات مو مسربة. الرجل رضا الشويلي منزل فيديو اليوم الصبح ويقول اني مجرد اخذت هذا الدور وديت الدور بشكل المطلوب، ومسوين خطوبة دون عقد شرعي أو قانوني. يعني شنو هذا، تمثيل ولا مقلب؟ ما حد يعرف. والبارحة كل الأوادم شافت الخطوبة، وإذا تم الفسخ بثاني يوم هذا تكون أسرع عملية فسخ الخطوبة بعالم المشاهير. وأنا شخصيا استبعد أنه حصلت خطوبة. وما أطول عليكم، لأناني بصراحة كل شيء ما افتهمت، وإذا فهمتوا شي اكتبوا راكم بالتعليقات بعد ما نشوف اني وياكم كلام وتعليق رضا الشويلي عن ما حصل. واعطي لايك للفيديو حتى يصعد، واشوفكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اخوكم رضا الشويلي اللي انتشر صوري مع الفنانة عاشتي حديد. عاشتي اخت وصديقة وعزيز علي، كانت عن خطوبتها، فجأة تفركش الأمر مالتها. هي ما حبت إنه يكون الموضوع يعني يكون مردود سلبي عليها، فطلبت من عندي إنه أكون أني أمثل هذا الدور، إنه أكون أني الخطيب، أو إنه أكون أني اللي أقوم بالمشهد. وإحنا بحكم صداقتنا وحكم ميانتنا وافقت انه اساعدها بشروط انه ما تطلع صورتي على مود لا يكون هذا الموضوع ياثر تاثير سلبي عليها، فانه وافقت. قالت تمام انه ما راح تطلع صورتك، وهاي مجرد طلب المساعده. بعد ما انتهت الموضوع والمراسيم، قمت بالمراسيم واديت الامر على ما هو عليه، اديت الامر مثل ما هو كان. بعد ما انتهت المراسيم تفاجأت انه صوري بجميع التواصل الاجتماعي. أول شيء أنا رجل ابن عائلة معروفة، فحقيقة الموضوع كان مردود سلبي كلش كبير عليه من الناحية العشائرية. كان موضوع كلش حساس بالنسبة لي، وأني ماكو أي شيء يربطنا بيها، لا عقد سيد ولا عقد محكمة، لا شرعا ولا قانونا. وأدعي لها أنه الله يوفقها بحياتها، تبقى أخت وعزيزة وصديقة، والله يحميها بحياتها. لذا حبيت أنوه لهذا الموضوع.